السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيد مبارك سعيد، عواشركم مبروكه. اليوم غادي نشارككم في الوصفه هاد الدجاج محمر بمناسبه العيد، وغادي نوريكم الطريقه ديالي في تحمار الدجاج. ويلا دوزوا معايا نوريكم الطريقه. هانتوما اخوتي والمشاهدين ديالي، هاد الدجاج ديالي غسلته مزيان. الطريقه ديالي كيفاش تنعملو، شريتو حي ذبحتو، جبتو مذبوح وجبتو وما غسلتوش، رميت عليه الملحه مزيان وعملت له الخل نتاع الليمون وعملت له الحامض، حكيتو بالحامض مزيان وخليته، خليته مده شي ساعه ولا ساعتين، وجيت وغسلته كامل، غسلته عاوتاني صفيتو وجبت سكينجبير ودهنته بسكينجبير كامل وخليته في الثلاجه، خليته بايت. انا هكا تندير الطريقه ديالي، بات ودابا غسلته مزيان. ودابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نشرمل الدجاج ديالي، وراكم عارفين كل واحد والطريقه ديالو في الدجاج، حقاش هو ملي تيجي مذبوح ضروري خصو ماشي هذيك الساعه طيبيه، تتخليه مرقد وهداك الشيء، بايت في سكينجبير والملحه. ودابا غادي نوريكم الطريقه التشرميله كيفاش غادي نشرملو. بسم الله على بركة الله، غادي نجيب الربيع، بسم الله ندير الربيع، القزبور والمعدنوس، هو فوق، عندي التومة، شوف ثلاثة أربعة الفصوص كل واحد كيفاش سميتو، وتنجيب الخرقوم وسكينجبير تنقويه، الملحة درتي شوية بأن بايت في الملحة، والإبزار تندير غير شي حاجة ما تنقويش الإبزار. تنشد الليمون، نص كاس الليمون ها هو صغير، ليمونه وحده حامضه، ندير شي حاجه، نشد شويه د الزيت، زيت العود. دابا هادي الطريقه ديال الشرمل كيفاش غادي نشرملو. نعملو غادي نخليه، بسم الله. هذا دابا الدجاج اللي غادي نطيب انا نحمرو، ماشي غادي نعمرو ولا شي حاجه، لا غادي نطيبو عادي. تجيو لهنايا، جيت الصدر تدخلو يدكم ها بحال هكا، نتوما تتعملو التشرميله بهاد الطريقه هادي. وخليت الكبده وهداك الشيء، هداك الشيء من بعد منين نعملو يطيب ديك الساعة غادي نتوما تبارك الله المغاربة راه معروفين كلشي تيعرف تبارك الله يطيب، ولكن كل واحد الطريقة ديالو، واللي بغا يعمرو بالشعرية الصينية واللي بغا يعمرو بالروز، كل واحد وكيفاش الطريقة. هذا بان هذا غادي نحمرو، يعني غادي نطيبو ماشي غادي نبخرو، ملي تنبخرو تنعمرو بالروز وبالشعريه مبخره، تنبخرو وديك الساعه حتى نعملو في الفران. او ثاني الطريقه ما تنساوهاش، هذه اللي جيت الصدر خشي يديك عملها، ما تخافوش ها بحال هذا الشكل هذا، غنتدخل شو الصبع ديالي دخل كامل، انتوما وضروري الحامض، الا بغيتو الدجاج يجي زوين ويجي بنين هي منين تشرملو عملو الحامض. انتوما الطريقه ها هو دابا انا شرملتو، الكبده غادي نديرها هنا حتى هي تشرمل من بعد منين نبغي نطيبو عاد هاديك الساعة، والكانصة، وكاين اللي تيخلي الجنحين كاين اللي ما تيخليهمش، انا تنحيدهم، كاين اللي يطيب الدجاج بالجناح. نتوما
صافي. من بعد نجمعو حتى نديرو في الطنجره. هانتوما هاد الدجاج ديالي شرملتو، ودابا من بعد غادي نرجعو ان شاء الله من غادي نطيبو الدجاج اللي تشرملت. نشتون كيفاش شرملتو وخليتو. هانتوما دابا عملتو في الطنجره وعملت شويه ديال الماء والزيت وخليتو. دابا عاد غادي قطعت البصله، غادي نقطع البصله من بعد حتى عادي باش ما يطرطقش. انا علاش درت هكا وريت لكم على الطريقه باش ما يطرطقش، فهمتوا؟ لا كنبقى سميتو بشوي بشوي حتى نجيب سميتو انتما باش ما يطرطقش. دابا غادي ندير البصله، من بعد عاد نلوح البصله. ها هو الدجاج ديالنا هكا تقدروا تنقلبوا انتما. غير المرقه غير شويه، درت شويه ديال الماء. ثم نحط دابا البصله. انا عملت البصله دابا حتى ملي ينشف شويه وتيبقى يدخلوا شويه د المرق هذاك، عاد تندير البصله. عاد غادي نمرقو غير شويه ونقاس عليه. انا راه عملت غير البصله الخضاريه، ما عملتش هذيك اليابسه. دابا غادي شويه نشحرو صافي. هذيك الساعه غادي نمرقو غادي نسدو. هذا الغداء ديالنا، غداء العيد. ها نتوما هاد الدجاج ديالي اللي طيبت واللي حمرت، شديتو درتو في الفران، حمرتو في الفران وشديت الفريت قليتها في الفران، عملتها في الفران ما قليتهاش بالزيت بان الزيت دارت القرون. ودابا وعملت الزيتون. هذا هو الغداء ديالنا ديالي د العيد، والشلاضه ها نتوما وخبيزات. وشاركوا معايا سميتو الغداء ديالي، وبصحتكم وراحتكم. ما تنساوليش باللايك، وان شاء الله وان شاء الله المره القادمه ان شاء الله عاود نقدموا شي حاجه، نقدموا عاوتاني الروتين ديالنا اللي تنعملوه يوميا. وبصحتكم وراحتكم، وعيد مبارك سعيد.